يتقبل الله منا ومنكم الصيام
والقيام. وصالح الأعمال. وأدخلني الله وإياكم الجنة بمنه وكرمه وإحسانه وجوده دار السلام في سلام. اللهم اجعلنا وفي شهرنا وفي ليلتنا ذي من عتقائك من النار ومن المقبول يا غافر الذنب العظيم من جود ومن كرم وقابل التوبة من جان ومجترم بل متابع واغفر ما جنته يدي من العفاق يا واجب لما ندعوه إليك يا ربنا
يا قابل الذنب العظيم طلع الفجر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله إني مذنب ومن الجود قبول المذنب يا نبي الله غير حبي لك يا خير نبي يا رسول الله يا أول خلق الله وخاتم رسل الله يا صفاء العاشقين يا حبيب المتقين يا يا نجم الهدى لا يحصي فضلك
يا خير النبي نادت بك الرسل الكرام صلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.